دكتور عبد الرحيم العطري، هذا الكلام كله قد يقول عموم المشاهدين بأن يعني هو كلام جميل نظريا، يعني من المفارقة مع إيقاع الحياة اللي ولا مع خروج المرأة إلى العمل، كيفاش الإجابة على هذا إيقاع الحياة وعلى المستجدات دياله باستحضار هذه المعطيات اللي هي علمية ودقيقة أكيد ومهمة؟ أكيد أستاذ إيمان، قبل ما نجاوبك لالا إيمان، لابد من التأكيد على أنه الطعام هو هوية ديال المجتمع، الطعام هو ثقافة مجتمع، من خلال الطعام تنكشفوا التراتبات اللي كاينة في المجتمع وتنكشفوا جميع التوترات اللي كاينة في المجتمع، والطعام دائما كان مرتبط بتحولات المجتمع. مين تنقولوا بأنه الطعام تيكشف حتى التراتب الاجتماعي؟ هذا أكيد، لأنه الطعام ديال واحد السيد ساكن في حي الرياض ماشي هو الطعام ديال واحد ساكن فسميتو في حي من أحياء الهامش المغربي. إلا كان هذاك المساند الرسمي ديالو هو الكافيار وخاسي نبيل يعتبره سميتو، ولكن راه غالي حنا بالثمن. إلا كان المساند الرسمي ديالو هو الكافيار والمأكولات الأخرى التي لا علم لنا ولا قبل بها، الآخر المساند الرسمي ديالو شنو هو؟ أو المساند الذهبي هو البطبوط، هو المسمن، هو كذا. هي غنغريو هاد الناس ونقول لهم هذا الشيء مهم جدا ومهم جدا، ماشي البطبوط والمسمن، لا العدس، لا ربما عين كمل عين كمل الله يجزك بخير عين كمل الله يجزك بخير. الا كان هذاك المساند الرسمي ديالو هو الحليب والاسماك وكل شيء، الاخر المساند ديالو هو الخبز واتاي، يعني باش نعرفوا هذه الاشياء راه كاين مغارب متعدده، حتى السردين الثمن ديالو اللي كان مغارب متعدده، ولكل مغربه ولكل ثقافته ولكل شوكته بهذا المعنى. الا كان الاخر تيجلس مع راسه يحط المنديل ويجلس وتزيد تخدم عليه فلانه وفلانه وفلانه، الاخر تيقرض اللاس وتيجلس على ذاك الطبيسيل ديال الزيت البلديه، جميل جدا نقولوا للمغاربه هادشي زويون وهذا، ولكن خصنا نحقوا مشكل ديال العداله الاجتماعيه، راه عندنا اشكال كبير فيه. هذا المستوى الاول.